انا ابتديت ان انا اشتغل في الصدقه بجد اكتر، يعني من حوالي 10 سنين. الاول واحد كان يعني مش فاضي وشغله وبيته وحد، ما كانش الواحد يعني بيعمل بجد، كان بيطلع حاجات بسيطه كده. لكن ابتديت ان انا اتعامل اكتر يمكن بعد وفاه زوجي، ده اثر فيا وابتديت اعمل له صدقه، فابتديت اهتم بالصدقه جدا. وبعدين بصيت ليه الواحد بيعمل صدقه بعد ما الواحد يموت؟ ما بيعملش في حياته ليه؟ يعني الواحد يستنى غيره يعمل له صدقه، افرضه ما عملوش يبقى ما كسبش حاجه في حياته. طب ما يكسب ويعمل في بنفسه ذات نفسه، لازم يعمل لنفسه، يملا الصندوق اللي هيتقابل بيها مع ربنا او الكتاب او اي حاجه اللي هي هنجمع فيها صدقاتنا وحسناتنا. فمن هنا ابتديت اقول لازم ابتدي ابقى اعمل بتوسع، وابتديت اتكلم مع اصحابي وجيراني واصدقائي وزمايلي، وابتدينا فعلا نعمل انشطه كتيره جدا في الصدقه، سواء صدقه جاريه او اطعام طعام او مثلا نساعد اي حد مريض او تعبان او محتاج، او نخرج حد من ونعمل كفاله يتيم. يعني جميع الانشطه كنا بنشتغل فيها. الواحد ما يقلش من الكميه الصغيره اللي بيدفعها. يا جماعه مش مهم الفلوس كتير، المهم ان احنا نساهم ونبقى كلنا مع بعض عشان نبقى مبسوطين ونبسط الناس اللي معانا. انت ما تقدرش تقول ان القرش الصغير ده هو ربنا هيبارك فيه اكتر ولا القرش الكتير، مش مهم، المهم ان انت يعني تطلع كده من نفسك، من ضميرك، من احساسك ان انت فعلا كده. وانا حسيت بالحكايه دي في اكتر من موقف. فمن المواقف اللي يعني حسيت بيها جامد قوي لما كنت مقدمه للحج وتوفى زوجي، فقالوا لي مش هتقدري تطلعي علشان خاطر انت في فتره حداد للزوج او الفتره دي اللي انا لازم ما اسافرش او ما اخرجش او ما اعملش. فاجلت الحج للسنه اللي بعد منها، ولما قدمت ما طلعتش في القرعه وزعلت جدا. فحبيت ان انا اطلع سياح، لقيت المبلغ اللي معايا مش هيقضي، وفضلت ادعي ربنا انا ما بتاخرش عن اي حاجه، لحد ما ربنا اكرمني بواحده من زمايلي خدت مني الباسبور، جوزها كان صاحب شركه وطلع لي تاشيره، وسافرت الحج باقل من الفلوس اللي انا كنت عامله حسابي بيها. والحمد لله الفلوس اللي فاضت انا ما خدتهاش، قلت لهم لا دي كانت طالعه لله لا يمكن هتدخل معايا. عملت بيها اكل وعزمت صحابي وجيراني واهلي ووزعت كل اللي محتاج وكده، وحطيت عليها اكتر. فشوفوا ربنا ما بينساش حد ابدا، ولكن المهم نيتك، نيتك انت ايه علشان هتخرج الحاجه دي. فيا جماعه انا بدعو كل الناس ان هم ما يتاخروش عن ان هم يعملوا صداقات كتيره في حياتهم. انتوا ضامنين مين اللي هيعمل لكم بعد كده حتى ولو كانت بسيطه؟ ما تعرفوش هي عند ربنا قد ايه، وربنا عمره ما بينسى حد ابدا ابدا. واللي بتفتكره ان هو شر ده ربنا شايل لك بيه خير كتير جدا جدا جدا. بس ما تنسوش اللي حواليكم ومعارفكم، ولازم يبقى عندكم مصداقيه في الحاجه اللي انتوا بتعملوها. فعلا فعلا ده حصل، بدليل ان كان ولادي بيزعقوا لي وبيقولوا لي لا ما تسافريش، ازاي تسافري ده الدنيا مليانه كورونا وتعب وانت هتعي وانت هتمرضي وما اعرفش ايه، لان انا كنت بسافر لحتت كتيره كل اللي بيحتاج. فقلت لهم لا انتوا عايزين تحرموني من الخير، ده في ومن اولادكم فتنه لكم، لا انا هسافر. وفعلا ربنا الحمد لله وبحمد كل نعمه، بمشي على رجلي وباكل وبشرب وصحتي كويسه وما حصليش اي حاجه، وربنا حفظني. حتى ابني جات له كورونا فعلا وربنا حفظه وخف. كل ده عشان ربنا بيعوض، اللي بيطلع خير وبيعمل خير اكيد هيلاقي خير.